سبيكر أستاذنا الدكتور محمد فريد اللي بيشرفنا ويكلمنا عن التيبس اند ابديتس ان مانجمنت اوف كانسر ريكتم. بداية قبل ما اخش في هذا الموضوع المحاضرة دي ان بشكر طبعا الدكتور احمد سلامة والدكتور محمد بلبولة الاخوة الاعزاء على استضافتنا واستضافة هذا المؤتمر واستضافت انا شخصيا ان احنا نقول حاجة في هذا المؤتمر دي حاجة. وبعدين انا سعيد اكتر بان انا باجي دمياط عشان اشوف الاخوة الاعزاء اعضاء جمعية الجراحين دمياط يعني من سنوات طويلة واحنا يعني الصداقة بتستمر. وبرضو الحاجة كويسة ان انا شايف في ميرج بين جمعية جراح دمياط وجامعة الازهر ودي حاجة كويسة يعني وده في صالح الكانديد والجينيور والمجتمع الجراحي ودي حاجة كويسة. الحاجة الثالثة انا سعيد بوجود الدكتور صفوت لان هو قاعد معادنا عشان قبل ما يسافر مصر ان هو يشوف. سعيد بالمنصة الكريمة. دكتور رمح بقى ما تخبطليش. هو يعني في سؤال انا هقوله في الاول وهقوله في الاخر، هل ريكتال كانسر محتاج متخصصين يشتغلوا فيه بس، ولا السيرجيكال اونكولوجي، ولا الابدومينال سيرجري، ولا الجاستروانتستينال سيرجري، ولا كل من هب ومن دب بيشتغل في ريكتال كانسر؟ اقول لكم حاجه معلومه، ان في امريكا في الستيتس الوقت بيعملوا لازم عشان تشتغل ريكتال كانسر لازم تبقى ابروفد من هيئه معينه، ولازم تبقى في اتليست انت اشتغلت في 50 حاله. فلان هو انا بعتبر الريكتم حبيبي من نواحي كتيره جدا جدا. هل الريكتال كانسر ده هو بس يعني فيها معلومات بيزك كتيره؟ ارجو ان تتقبلوني فيها. يعني الريكتال كانسر هل ده ديزيز كانسر عادي زي البريست، ولا ديزيز له كاركتر مختلف؟ لا، له كاركتر مختلف انه كومبارتمنتال، يو هاف تو ريموف ذا كومبارتمنت في اكوردنج تو ذا فاشيال بلينز، مش زي البريست او ستومك بتشيل ستومك ودريننج لمفنود وانترفيننج لمفاتيك، ات از كوايت ديفرنت تماما، لازم كومبارتمنت. يبقى دي اسمه، هل هو دي كلمتي انا بقولها اذا كومبارتمنتال ديزيز وليس كانسر عادي؟ لما نبص للصوره دي هنعرف الكلام ده، ان اللي بتظهر لما نبص للصوره دي هنعرف الكلام ده، ان احنا فيه حوالين الريكتم في ثلاثه سبيسز بالالوان. الازرق الفاتح ده اللي هو الانر سبيس، وبعدين انترميديت سبيس، وبعدين اوتر سبيس. الانر سبيس ده اللي هو بنقول عليه الميزوريكتم، يعني كلمه ميزوريكتم از ميسنومر، ذير از نو ميزوريكتم. الميزوريكتم ده كلام احنا بنقوله في المجتمع الجراحي لان هو اناتوميكالي لا ما يمشيش، بس هو السبيس ده، السبيس ده محدود بفاشيا اوف دينوفيلير امامي، ومن ورا من ورا اللي عندك الفاشيه الثانيه اللي هي مش مشكله ده لازم الفاشيه اوف دينوفيلير من قدام، وهنا شوف من الناحيه دي اللي هي البليكسس اللي هي بنقول عليها الهايبوجاستريك دي، لان ده اللي محدده هذا السبيس. الانترميديت سبيس هيبقى من قدام من الجنب هنا هيبقى الالياك فيزلز، يعني هي انتير او فور ذا الياك فيزل ان فرانت اوف ذا الياك فيزل، يبقى ده لازم يتشال في التوتال ميزوريكتال اكسجن. الاوتر سبيس اللي هو اللون الثاني ده المشكله كبيره، لان ده لازم تسكلوتنايز ذا فيزل اند بيهايند ات عشان تخش في اللاترال سبيس افكشن او اللاترال لينف نود افكشن او دي كده. هو الكانسر ريكتم بالرغم من الاناتومي المهم، انما كمان فيه كومبارتمنتال، يعني مميز في ايه؟ اول حاجه الكومبارتمنتال اناتومي، والسبريد بتاعه هيختلف عن اي كانسر. هنا الريكارنس، هنا لو جينا على اونكولوجيكال وايز
في كل الداتا لن يقل في كل الاستيج عن 25%، يعني مهما تعمل ومهما تترك هيبقى اراوند 25. في فانكشنال وايز كمان، وده اللي بيميز الكانسر ريكتم، ان عندك ثلاث وظائف، عندك الانال سفنكتر جوب، وعندك يورينال فانكشن، وعندك السكسوال اند انسيمينيشن ديس اوردرز. ثالث حاجه مميزه ليه الكواليتي اوف لايف، كواليتي اوف لايف اند بودي ايمج. ديفينتلي كواليتي اوف لايف الكوشنير لابد تخش فيه هذا الكلام، لانك ده كانسر. عندك ثلاث وظائف اساسيين في اي بني ادم، منهم وظيفتين مهمين لكل الناس، وفي وظيفه ثالثه مهمه للميل او للرجاله. لذلك الديسيجن ميكنج هنا، انت بالنسبه للديسيجن ميكنج هيبقى في فيري فاريبل. ليه؟ لانك انت ما تقدرش تعمل كنترول للرندومايزد ترايل او راندومايز كنترول ترايل في حاله كانسر، لانك لازم تاخد البينفيت اوف داوت. ما ينفعش انك انت تيجي في حاله كانسر اقول هديل ده حاجه وما اديلش ده حاجه، ما ينفعش، نون ايثيكال. لابد انك انت تبقى تدي كله البينفيت اوف داوت. يعني لذلك الكنترول الراندومايز كنترول ترايل كلها معظمها ريتروسبكتيف، ما تقدرش تجيبها بروسبكتيف بسهوله في حاله الكانسر ريكتام او في اي كانسر توتال. الفيريوس سيرجيكال تكنيك. وبعدين في نقطه مهمه جدا جدا انا بعتبرها نمره ثلاثة، الفيلوسوفي والكابابيلتي اوف ذا سيرجن. السيرجن فاكتور في الكانسر ريكتام نمبر 1 في الكانسر ريكتام. انا ما بتكلمش على اي كانسر، انا مش هخش في تفاصيل كان، انما هو هنا في الحته دي السيرجن فاكتور نمبر 1 في الريكتال كانسر، وده هيجي بعد كده في الكلام. الورك شوب مش هنتكلم كتير، كلنا عارفين الحاجات اللي هي البيزك دي، انما هنا بقى هنقول التيبس اللي هنقولها ايه. هنا ال 2 سنتي لور داون، هل 2 سنتي كافيين؟ كنا زمان بنقول 5 سنتي انك لازم تاخد الديستال ريسكشن مارجن 5 سنتي، دلوقتي احنا بنقول 2 سنتي لان خلاص ثابت ان هو زي ما مكتوب كده ايه، ان السبريد صب ميكوزال 6% وما يزيدش عن 2 سنتي، يبقى انت 2 سنتي از كويت انف انك انت تاخد في الديستال ريسكشن مارجن. كلنا عارفين هاو تو اكسبلور ذا ابدومين دلوقتي، سواء باللابروسكوب هتعمل او هتعمل اوبراتيف، الاوبراتيف في العاده الريجولار اوبريشن، انت الاكسبلوريشن للهول ابدومن ده معروف ما فيش حته انت هتسيبها. طيب احنا يعني في في تيبس هنا وتريكس. انت لما تيجي تبدا تعمل ديسكشن في الكانسر ريكتم بالنسبه للناس الصغيرين او الجونيور او كلام من ده، هل هتبدا في الناحيه اليمين ولا الشمال؟ هنا الناحيه الشمال. ليه؟ عشان الوايت لاين هنا افاسكولار بلين ده امبريولوجيكالي ديسايدد، هنا موجود في الليفت سايد از مور ابرنت. وعشان حاجه تانية ان اليوريتر از فيري كلوز ان ذا ليفت سايد ذان ذا رايت سايد، يبقى انت في الحاله دي لو انت عملت انجر اليوريتر في بدايه العمليه وده وارد، يبقى انت العمليه كلها تبقى فيها مشكله. طيب انت الوقت كلنا في الكانسر ريكتام بنعمل موبولايزيشن للليفت كولون للليفت كولون، وبتاخد السبلينيك ولا ما تاخدش؟ الديبين هل تعمله ايرلي ولا ليت، يعني تعمله في اول ما تبدا سواء كانت لابروسكوب او اوبن، يعني احنا ما بنتكلمش دلوقتي في حاجه معينه. طب نعمله ايرلي ولا ليت؟ وهل له فايده؟ لازم هنعمله، يعني يستحسن ما تعملوش ايرلي، لانك انت بتعمله انت بتحتاجه في ايه؟ بتحتاجه لو بتعمل ابنوم برينيال يبقى لازم هتنزل بالكولون لتحت الداون، او في الريلاتيفلي هاي تيومر، او في حالات فيها دولوكوسيجمويد انت جايز ما تحتاجش، يبقى انت ما تعملوش ايرلي عشان اسباب عديده. طيب في حاجات بتغيب عننا كلنا في الاناتومي في الحته دي، هل الانفيروميزنتريك ارتري او الانفيروميزنتريك فين؟ طب الانفيروميزنتريك ارتري انت بتربطه الاول ولا بتربط الفين؟ ايه اللي بيبقى ديفايدد؟ طب وهو الارتري الناحيه الشمال ولا الفين الناحيه الشمال؟ ما تنساش ان الفين دايما في حضن الارتري، يعني الفين على الليفت سايد والارتري على الجنب الثاني. يبقى انت الوقت وانت بتشتغل انت بتجيب الفين الاول، طب والفين بتربطه هل هو اعلى في الاناتومي ولا اوطى؟ الكلام ده كله فيري امبورتنت،
كلنا لازم تربط الفين الاول، ولو هتعمل فيه سايتوكيمو سيرابي او حاجة تحينه بفور، انما كله يبقى انت بتربط الفين الاول. طب الارتري كلنا كنتروفيرشال نربطه عالية فلاش مع الاورطة ولا تربطه ولا تلفايدت لور داون بعد ما يدي الليفت كوليك برانش، انت هتعمل ايه؟ تعمل دي ولا دي؟ الكلام ده فيري امبورتنت. لا 2 سنتي ده كان زمان عشان الاوتونوميك نيرف سبلاي، ان عشان بتحافظ 2 سنتي تحت. الوقت اختلفت هذه الامور تماما، بحيث ان احنا الهاي تاي واللو تاي اللي بعد ما يدي الليفت كوليك لا يستحسن انك انت تعمله لو تاي مش هاي تاي، الا في سيرتن سيتويشن لو عندك ليمف نود برا اورتك والوقت طلع حاجه اسمها سكيلوتونايزيشن، ما تربطوش الانفيرومزنتريك سكيلوتونايزيشن اوف ذا ايه اوف ذا انفيرومزنتريك ارتري اب تو ذا اورتا. يبقى ده الكلام اللي بنقوله بالنسبه للهاي تاي واللو تاي. كنا زمان بنعمل حاجه اسمها نو تاتش تكنيك، نربط اليومن لان هي اكتر حاجه يحصل اكسفوليشن اوف سيلز جوه اليومن، نربطها من الناحيه اللي فوق وكلام من ده، على كلام ده مش مشكله قوي. يبقى احنا هنا الفين بنربطه فين؟ تحت البنكرياس. يعني لازم الفين بيتربط اعلى، هيبقى عند الليفت سايد اوف جنرال فليكشن. ده الكلام، دي النقط دي مهمه جدا جدا عشان الراديكاليتي اوف سيرجري، عشان اللوكال ريكرنس تقدر اللوكال ريجنال ريكرنس تقدر تقلله. يبقى ده زي ما احنا بنقول بالنسبه للفين وقلنا بالنسبه للارتر. طب في طريقه، هل تديفايد ذا كولون بعد ما عملت دي ارتريزيشن، هل تو ديفايد ذا كولون عشان يفاسيليتيت الريتراكشن بتاع الريكتم، عشان وانت بتعمل تيترمزوريكتال اكسجن في مدارس كتيره في هذا اتفق على انك انت لما تعمل ديفيجن اوف ذا كولون وتعمل ريتراكشن بالريكتال ستام تقدر تجيب الاناتومي بتاعه الحته بتاعه الريترو ريكتال والاريا دي تقدر تجيبها كويس افضل. الانر سبيس دايسكشن اللي هو بنقول عليه ايه؟ توتال موزريكتال اكسجن. دي لازم قبل العمليه، ولا بنصح فيها اي سيرجن كانسر سيرجن في اي حته وبالذات في الحته بتاعه الريكتوم، ان لازم يبقى عنده منتال ايمج، واصل منتال ايمج لازم يقعد كده ويشوف كل الاشعات والانفستيجيشن ويبقى داخل وعنده منتال ايمج للاريا، بحيث ان هو ما يخشش ويبقى يقعد يقول دي ماسكه في كذا، ودراسه كافيه يعني الام ار اي بيدرسها دراسه كافيه بحيث انك انت ما يديش فرصه انك انت تسيب في الحته دي. البوستيريور دايسكشن زي ما بنقول وليفتنج ذا ريكتم بيساعد. عندك الجايد لاين بتاعك هو البايفوركيشن اوف ذا بيريساكرال نيرف، كنا اللي هو في النيرف سبيرنج، ده مهم جدا جدا لان ده اللي هو اللي بيحدد اللاند مارك بين الانر سبيس ترمزوريكتال اكسجين وبين الانترميديت سبيس، هو ده التحديد عندك بالنيرفات الضعيفه اللي انت شايفها. لازم تبقى عارف الاناتومي بتاعك كويس جدا جدا عشان هذا. الانفيريور هايبوجاستريك نيرفز ده بيجوا وبعدين شوف بيمشوا كيرفز فورورد تانجنشالي اند فيري كلوز تو ذا ميزوريكت، بيبقوا فيري كلوز، فلذلك ان دي نقط مهمه جدا. طيب النيرف انرجنتس ده انتوا عارفين انه ريجنتس ده طالع منين؟ ده باراسمباثيك، ده طالع من البريساكر الفوريمن، ده طالع من اللمبر وده كده، ما هو لازم يتقابلوا عشان يعملوا البندل اوف ويلش، ما هو لازم الاثنين يتقابلوا، ما ينفعش ما يتقابلوش، فبيتقابلوا في البوينت دي، يعني واحد طالع من البري ساكرال فورمن، لذلك وانت بتشتغل البري ساكرال فورمن طالع فيها منها البري ساكرال فينز، لو فينز واحده منهم انجرد او اثنين انجرد ودي فيري ديفيكالت يبقى انت شور انت قطعت الايه؟ النيرفس دي والحاجات دي. البندل اوف ويلش دي لما يتجمعوا مع بعض الاثنين ويمشوا وات از كولد ذا لاترال ليجامنت اوف ذا ريكتم بيوصلهم ازاي؟ هيوصلهم عند في فاشيا اوف دينوفيلير اللي هي في النص، هيوصلهم واحد عند الساعه 2 وواحد عند الساعه 10، يعني بينهم وبين بعض المسافه دي. فلازم تبقى عارف كويس جدا ان المنطقه دي بيبقى فيها كمان فين بيجي، في فيزل بتيجي من الانترنال اليك في الحته دي، لو بقى انجرد انت هتقطع الاثنين. فدي نقط تيبس وتريكس
كتيرة جدا جدا في النقطة دي، ودي اللي طلع عليها بقى التاثي ام اي زي ما نقول بعد كده، واللي هي الترانسينال والحاجات دي يعني كلها عشان الحتة دي انا بسميها البلايند اريا اوف ذا ريكتال ديسكشن. لا تقدر تجيبها، ما تقدرش تجيبها من فوق زي زمان، لازم تجيبها من فوق ومن تحت، اللي هي عن طريق اللي هي تاتي ام اي او ترانسينال توتال ميزوريكتال اكسجن اللي هي طالعه موضه بقالها شوي. طيب يعني يبقى انت لو نزلت في ديبر بلين اوف ديسكشن هتقطع زي ما قلت الفينز، انا لسه قايلها البليدنج، والبليدنج هنا لو حصل بري ساكرال صعب جدا توقفه، ملوش حل غير انك توقفه باحد ثلاثة، طلع الهيموستاتيك بن، وطلع انك تاخد بيس اوف ماسل من الريكتس ماسل اند يربطها ده يسرم عليها الفترة طويلة جدا علشان يقف، وطبعا ساعات برضو ما بيوقفش. لو الانتيريور ديستيكشن بقى هنا، هنا بقى في الانتيريور ديستيكشن هنا تعمل ايه؟ انت هتقطع الدينوفيلير فاشيا. الدينوفيلير فاشيا برضو عشان يعني ارفايف يور مايند فيها، هي عبارة عن ريدمنتري سيبتم، ده نازل من البوتوم اوف ذا بروتونيوم لغايه البرينيوم، ده بيبقى ويل ديفلوبد ان ميل وبيحمل بروستيت والسيمينال فيزيكال اند ليس ديفلوبد ان فيميل، ذلك ان ميل وذلك وله فيري امبورتانت ريليشن بالبندل اوف ويلش اللي هي نيورو فاسكولار بندل اللي قايم عليها كل الرجاله وكل بعد كده كل اللي المشاكل اللي بتحصل. يبقى هنا تقطع الدينوفيلير فاشيا ولا لا؟ انا رايي ان ميل لا، الا اذا كانت انفلتريتد في الانتيريور تيومر، في الفيميل يبقى يو هاف تو سيفيريت عشان يبقى بروبر دايسكشن. انترولاترال دايسكشن هنا المختلف انك لازم تطلع انترولاترال لان بيحصل كونينج للميزوريكتم، لما يحصل الكونينج ده يبقى انت لازم تسكرتت عشان برضو لسه ان الانجيوليشن بتاع النيرفس دي يخش في المنطقة دي عشان يخش على السيمينال فيزيكل وعلى البروستيت، لان هنا من احد الحاجات المهمة جدا سي ار ام او سيركمفرنشال سيكشن مارجن، ده مهم جدا انك تحافظ عليه. يعني ما فيش حاجة اسمها تقطع من الريكتم حتة اعلى من حتة، لا، لابد يبقى الميزوريكتم كله circumferential margin is good and distal margin also not infiltrated وهكذا. اللاترال بلفيك دايسكشن الجماعه اليابانيين بيحبوه ان يعملوا تابنج للكومان الياك ويخشوا وراه ويقعدوا يجيبوا الحاجات دي، هو طبعا ده ما عادش ده. هنا بقى لو انتقلنا من هذا الى الحاجات الجديده، بس مش هنقول هو في فيديوهات بس مش هنقولها لان ما فيش تايم، انما اللابروسكوبك تي ام اي طبعا بنقول دايما بيتر فيجن بيتر دايسكشن بيتر ريزلت، احنا الجراحين اللي قدام زيه زي الدكتور سامي ودكتور صفوت ودكتور رماح، يعني ما زلنا بنقول ان برضو الاوبن سيرجري لا لها بليس، وشفنا حالات كتير جدا جدا ان التكتايل سنسيشن في الكانسر ريكتم في الحته المستخبيه ساعات جدا جدا ما بيبقاش، بيبقى مهم قوي. ليه؟ لان اللوكال ريكرنس ملوش حل، لوكال ريكرنس خلص العيان، اقعد بقى يقول لك كيماوي وعفاريت وكلام تارجت السيرابي بقى وقول له قول له الصبح انت فيه. انما انا في رايي دايما بقول انك انت ما كنتش تجيد هذا تعملها باللابروسكوب، وشفنا حالات قريب جدا معموله ويقطع في التيومر ابتو انه يقطع في التيومر وما يقدرش يحدد، اللي المدام ما نغامرش بحياه عيان في هذا. دي مش هنقول الفيديوهات، انا بس بنعدي بسرعه، دي حاجه اسمها ابير اللي هي انتيريور برينيال بلين فور الترا لو انتيريور ريسكشن، اختصارها ابير، هي فيها فيديو ليها بس مش هنقدر نقوله ما فيش مشكله. الترانس انال تي ام اي ويز انترنس فينكتريك ريسكشن برضه في الفيري لو ريكتال كانسر، وده دي حاجات كلها احنا مش هنتكلم فيها عشان انا مش عايز الوقت ما نضيعوش في الفيديوهات. في مره اخرى ممكن نبقى نقول كل واحد لوحده، ده هي كل واحد عايز بتاع. طيب هنا بقى نقطه تانية، تيبس تانية، كولوريكتال انستوموزس هل تعمله باوتش ولا وزود باوتش؟ يعني في كلام على هذا الموضوع، هل تعمل كولونيك باوتش عشان تنيجوشيت حاجه مهمه جدا جدا اسمها لو انتيريور ريسكشن سيندروم،
اللي هو الفريكوانت باول هابت، يعني عين قاعد في التواليت انت عامل له كله هنا الاستموزس هو قاعد في التواليت، يبقى ده ما ينفعش. طب ما كنت تعمل له كولوستومي وخلاص. فهنا اللو انتيريور ريسكشن سيندروم اللي هو ده ايرجنسي فريكوانسي وان كنت تنسى احيانا وكل ده، ده هل نعمله امتى؟ نعمله اذا كنت انت الانستموز بتاعك هيبقى تحت الستة سنتي من الانال فيرج، يبقى يستحسن تعمل الكولونيك جي باوتش، وده بي ايه بي بي بيخليك افضل من ناحيه الانستموز وبيخلي اللو انتيريور سيكشن سندروم يبقى اقل شويه. يبقى ده ان احنا ده مهم جدا هذا الحوار ان احنا نقوله ان احنا تعمل كولونيك باوتش ولا ما تعملش، لان في ناس بتعترض عليه تقول لك ما هو الكولون ذا ريزرفوار. لا، هو مش القصه الكولون ذا ريزرفوار، انما انت عندك فتره طويله جدا هيبقى العيان ده. في سبيشال سيركمستانسز بقى، انك انت لما تلاقي ادهيجن لاي اورجان لازم تعتبرها انها مالجنانت، انما تقعدش تقول ده فيبرنس ادهيجن بقى واقعد اسلك، لا يعني انت ما تغامرش، دي ما فيهاش مغامرات. الحاجة الثانية، لو هو ماسك في اليوترس او الفاجينا وتشيل بارت من الفاجينا يو هاف تو دو دايفرجن. شوف حتى لو انت متاكد من السموس بتاعك اذروايز ريكتو فاجينال فيستولا ويل بي ذا اوت كام اوف ذا بيشنت، وشفنا حالات كتير جدا تعمل بروستيت لو ماسك فيها تعمل بروستاتيكتومي. سيمينال فيزيكال، اي بيرسونالي شلت حوالي 6 سيمينال فيزيكال في حياتي كلها، يعني ان هو انك تشيل سيمينال فيزيكال لو هو انفلتريتنج سيمينال فيزيكال يو هاف تو ريموف ات، لانك انت ما قدامكش برضه بدائل هنا، ده هنا مفيش بدائل. طيب هل بقى اللي طلع موضه النيو ادجوفنت راديو كيموثيرابي، هل النيو ادجوفنت راديو كيموثيرابي جاستيفايبل؟ بس يعني ممكن تعالج العيان بالكلام ده بس ولا لا؟ دي مهمة جدا هذا الكلام. الحوار ده بدأ من 2005، انا بيرسون اللي بدأ معايا من 2005، ان عيان مش قادر اعمل له حاجة، عملت له لوكال اكسجين ريت للنيو ادجوفنت فالعيان عاش. لا مش داون ستيجنج، هناك فرق بين داون سايزنج، هي از 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 سولو لاين اوف تريتمنت، از سولو لاين اوف تريتمنت هل يكفي في هذا؟ احنا بنرجع للليتريتشر وبنرجع لشغلنا، يعني احنا ما بنقولش كلام، كل الابحاث اللي اتعملت اهي كتيره جدا اهي كلها بتقول ان مي بي، يبقى هنا بقى اسمها دبل دبل دبليو بوليسي اللي هي واتش ويت اند واتش بوليسي، يعني دي يعني دي هل دي تبقى كافيه؟ الاتجاه العالمي الوقت انها تبقى كافيه بس في سيرتن سيتويشن، بس مش نقولها لكل الناس. هوريك مقاله اهي، دي مقاله اتعرضت اهي، المقاله دي 174 عيان طلع منهم 40 كومبليت كلينيكال، بسميها سي 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 كومبليت كلينيكال كيور كلينيكال. لما تاخدوا ال 40 عيان دول عملت لهم لوكال اكسجن للاريا اللي هي مكان التيومر، ايه اللي حصل؟ اتوجد ان 20% منهم، مش 20، 23 واحد، يعني اكتر من النص 60% بي واي زيرو، يعني باثولوجيكالي زيرو. هل ده يكفي؟ يبقى انت عندك الوقت اصبحت النسبه عندك حوالي 20% من الناس ممكن يعتمدوا على هذا، يعني ممكن بس تعالجهم بالنيو اج. وفي حالات كتيره متسجله عندنا، يعني في حالات مش كتيره قوي طبعا لان احنا ما عندناش الاستاتستيكال داتا اللي هي دي، انما اتليست خمس عيان ده مثلا احد العيانين، هل ده يكفي؟ هتديله نيو ادجوفنت، بعد النيو ادجوفنت المكان نفسه تاخده اكسايز كبايوبسي، طلع ان هو في ناس كثيره من هذا ما بقول لك الحوار ده، انك انت ممكن تكتفي بهذا سبيسيفيكالي لو العيان عنده ما يمنع فيري 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 سيفير كوموربيديتي، في واحد عنده رينال فيلير وعنده حاجات وعنده 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 وعنده، هل تكتفي بهذا؟ هي دي النقط، دي كويتشن مارك، ودي رايزنج، اتس رايزنج ناو، يعني الكلام ده مش يعني ايه مش ده ده يعني ده از رايزنج، يعني دي الحاجات دي از رايزنج. وبعدين انت الفولو اب بتاع العيانين دول، هل انت تعمل اجريسيف فولو اب؟ يعني العيان دلوقتي طبعا طالع عندي اي عيان بتعمل له بيت سكان تعمل له مش عارف ايه بقى تعمل، هل ده منطقي ولا انك انت تاخد الفولو اب فيري سوفت فولو اب
عشان العيان نفسيته. في مدرستين في هذا، مدرسة بتقول soft full up ومدرسة بتقول aggressive full up. وشوف كده انا ما عادش ليه وقت ولا ايه؟ متهيألي ما عادش، مش كده؟ خلاص يبقى خلاص، يبقى احنا هنخلص، يبقى احنا خلاص بقى. يعني يعني احنا كده ايه، انا ممكن اخلص كده يعني في اي وقت زي ما انت تحب. انا بخلص بمزاجي يعني، مش ممكن اخلص انا بمزاجي ولا يهمك. هي 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 زي ما بنقول، ايه البروجنوستيك فاكتور، ايه البروجنوستيك فاكتورز اللي انت عندك مهمه هنا. البروجنوستيك فاكتور، شوف انا حاطط علامه حمراء على السيرجن فاكتور. السيرجن فاكتور في كانسر ريكتم يا جماعه مهم جدا جدا، وهو ده اللي بيدي اللي البروجنوزيس. وذلك السؤال الثاني هو اللي انا حطيته لك، هل احنا نيد اوف ريال كانسر، ريال نيد اوف ريكتال كانسر سيرجن الون؟ طلع بقى الانكو سيرج هم عايزين كل حاجه يحطوها على كمبيوتر وداتا، وانت بس تحط الداتا بتاع العين يقوم يطلع لك الطريقه اللي انت تعمل بها العلاج. هل ده، هل ده ممكن؟ ممكن. وهل ممكن انك انت تقول ان البريدكشن اوف ديس تقدر تتوقعه؟ ما احنا، ما هو الطب ملوش دعوه بالدين، ده قصه ودي قصه. يبقى احط له داتا، غذيه داتا، واقول ان العيان اللي عندهم ليفر سكندريز من كل ريكت ده اتوقع لهم هيعيشوا قد ايه او يعملوا قد ايه. كل ده بتحاول تحط فيها داتا بيز. انما في نقطه تانية اهم ودي مهمه جدا، وتلاحظوها في الصين. الصين اكتر ناس فيهم عندهم كل ريكتال سكندريز والحاجات دي، وجدوا ان الناس اللي عندها فيرال انفكشن وسيروزس انها نوت ترابنج السكندريز، يعني دي حمايه، يعني الهيباتيتس سي فيروس حمايه من السكندريز بس. اورزونا بتعمل طبعا ايه، هيباتوفير كارسينوم. واحنا متشكرين يعني، انا طولت عليك. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيده.